اول خبر عندنا النهارده او الحديث المنتشر في الفتره الاخيره او الكلام المتردد دايما هي صفقه محمد بن رمضان. النادي الاهلي النهارده او في الفتره الاخيره او في خلال اليومين السابقين النادي الاهلي زود العرض، بقى العرض 2 مليون و700 الف دولار. الازمه الحقيقيه في الجزئيه دي هي التقسيط. طبعا في تفاوض مع النادي المجري اللي هو يعتبر خلاص اخر نادي مع محمد بن رمضان، والنادي الاهلي متماسك بالصفقه من لعيبه كويسه جدا حقيقي بصراحه ومن اللعيبه المميزه. هل النادي الاهلي هيقدر يخلصها؟ وخصوصا كمان ان في الفتره الاخيره كان فيه هجوم كبير جدا على محمد بن رمضان، انا ما اعرفش بصراحه كانت غريبه جدا. اولا لعيب محترف، يعني لعيب محترف، ويمكن في كلام نزل في الفتره الاخيره ان لعيب بسبب الهجوم، بسبب الكلام على السوشيال ميديا، بسبب هجوم جماهير الترجي وجماهير تونس ان ازاي ينضم للنادي الاهلي وان هو خاين. ايه يا جماعه ده؟ ما الكلام ده ممكن مثلا لو بتتكلم مثلا زي مثلا المنافسه مثلا ما بين النادي الاهلي ما بين مثلا الترجي مثلا الصفاقسي النادي الافريقي النجم الساحلي، الحاجات دي بتتقال. اما في الاول والاخر هو لعيب، لا لعيب محترف، هو النادي الاهلي منافس ليك بس ملهاش علاقه، لان في الاول والاخر هي كوره. وانا بقول له يعني في الاول والاخر انت لعيب كوره محترف، على فكره ده اي حد بيتمنى ان هو ينضم للنادي الاهلي. انت بتعمل تاريخ لنفسك، بتعمل اسم لنفسك، بتعمل بطولات معاك، جمهور زي ما بيتقال كده يدافع عنك ويسندك ويقف معاك ويوصلك لاعلى مكانه. فبصراحه الهجوم اللي كان عليه مبالغ من جماهير النادي الترجي بصراحه، من مبالغ فيه يعني لدرجه ان الموضوع كان يعني وصل لمرحله بعيد عن الكوره خالص. بالعكس هو في الاول والاخر، طب انت ليه ما خدتوش؟ يعني معلش طالما الترجي يعني بيحبه كده او لعيب كويس بالنسبه له، طب انت ليه ما ترجعهوش لناديك؟ ما هو يعني انت ما رجعتوش ولا بتتفاوض معاه مثلا ولا عايزه مثلا يرجع لك، ايا كان خلاص استفدت من ناحيه ماديه فيه. طب ما هو الراجل الولد برضه حقه ان هو يشوف مستقبله ويعمل تاريخ في نادي تاني. خلاص ما كان متالق مع نادي الترجي واكيد اعتقد خد بطولات مع نادي الترجي، بس خلاص دي مرحله، كل مرحله ليها وقتها. فالاهلي متمسك بالصفقه، وفي الفتره اللي جايه هنشوف محمد بن رمضان هل هينضم للنادي الاهلي ولا لا، ده اللي هنشوفه ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. مستر كولر يرفض تعاقد الاهلي مع زيكو، يعني كان في كلام كده التعاقد مع زيكو. يعني اكلمكم بصراحه يا جماعه، ممكن يكون لعيب كويس بس النادي الاهلي دلوقتي محتاج لعيبه تقيله، محتاج لعيبه عندها الخبرات، لان النادي الاهلي في الفتره اللي جايه داخل على مهام صعبه، بطولات صعبه. عندك البدايه هتبدا سوبر افريقيا امام نادي الزمالك، بعد كده دوري الابطال، بعد كده الدوري، وعندك كاس عالم انديه. معلش النادي الاهلي مش ما عندوش الوقت دلوقتي ان هو يصنع نجم، يعني مع احترامي لانك انت داخل في الفتره اللي جايه. يعني انت عارف مثلا لو كان مثلا الاهلي ضمه مثلا في فتره الانتقالات الاخيره ديت كنا ماشي، نقول ماشي مفيش مشكله خلاص هيتاقلم وهيبقى موجود وهيبقى للموسم اللي جاي. اما الوقت اللي فيه النادي الاهلي دلوقتي صعب جدا ان انت تجيب لعيب وتجرب فيه زي ما بيتقال، لان كان فيه لعيبه كتيره جدا متالقين مع انديتهم جم النادي الاهلي وجم النادي الزمالك ما عملوش اي حاجه. مع احترامي يعني التوتر والضغط العصبي والناحيه الجماهيريه وناحيه الضغوطات، ممكن يكون لعيب كويس ولعيب مميز، بس اختيار التوقيت الانضمام للنادي الاهلي في الوقت ده صعب جدا بالنسبه له. بكلمكم بالامان، النادي الاهلي محتاج لعيبه خبرات زي محمد بن رمضان، يحيى بن عطله، اسمه ايه، اشرف داري، اللعيبه دي اللي هي اللعيبه من الاخر اللي هي الدوليه. النادي الاهلي محتاج لعيبه دوليه عشان الفتره اللي جايه انت هتلعب في كاس عالم انديه، انت هتلعب امام اسماء تقيله، لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه عندها الخبرات، لعيبه عندها الامكانيات، مستوى مختلف من اللعيبه اللي انت هتلعب قصادهم. معلش يعني النادي الاهلي يعرف يتعامل مثلا في الدوري المصري، اخر المنافس ليه هيبقى ايه؟ مثلا الزمالك وبيراميدز. فالنادي الاهلي بيعرف يتعامل، هتيجي بقى تخش في دوري الابطال بخبرات لعيبه النادي الاهلي، بخبرات النادي الاهلي هتعرف تتعامل، بس في كاس العالم للانديه لا، هيبقى صعب. 32 فرقه مشاركه، واكيد كل يعني طول ما انت بتعدي المرحله انت بتكسب فيها من ناحيه تسويقيه.
من ناحية مادية، من ناحية حتى بتعمل اسم كبير جدا بمشاركتك في كأس العالم للأندية. فبتمنى النادي الأهلي يفكر فعلا في انضمام اللعيبة الدولية، اللعيبة اللي تشيل لك فرقة، اللي تشيل فرقة وتقوي مع القوام الأساسي اللي موجود، مع بعض اللعيبة اللي موجودة والأسماء التقيلة مع الخبرات، تقدر تعمل تيم كويس، تقدر تعمل فرقة كويسة. دي كانت وجهة نظري بالنسبة للعيبة اللعب زيكو يعني.